يقول: لقد قلت لزوجتي أنت طالق بالثلاث إذا ذهبت للسوق لوحدك أو مع أمك وأخواتك، وكان بنيتي الطلاق فعلا ليس بالتهديد فقط، ولكنها بحمد الله لم تذهب للسوق إلى يومنا هذا، علما بأنها حامل عندما تلفظت بالطلاق وقد عاشرتها أكثر من مرة. أفيدونا ما هو الحل أو المخرج وماذا يترتب على ذلك، لأنها مع طول الوقت قد تذهب للسوق أو أنه قد آخذها أنا للسوق. وجهوني جزاكم الله خيرا. ما ذلك من تذهب للسوق إلا ولم يحصل شيء وهي زوجتك والحمد لله. أما إذا ذهبت للسوق وخالفت منعك لها وطلاقك عليها فحينئذ تسأل أهل العلم يوجهوك بما يرونه في هذه المسألة. نعم.